بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. أنا القائد الميداني مشهور فيصل معيوف، والقائد الثوري جميل كوسا. نعلن عن تشكيل لواء أحفاد الرسول في الساحل وضمه إلى القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية مجلس الساحل، والذي يضم الكتائب التالية: كتيبة شهداء اللاذقية، كتيبة أنصار المدينة، كتيبة درع سيدنا عمر، كتيبة أحفاد الرسول، كتيبة أهل الحق، كتيبة صقور العز، كتيبة أم المؤمنين عائشة. تكبير! الله أكبر!